هذا المعرض تتويجا لجهود وزارة التربية والتعليم والطواقم العاملة فيها مع أبنائنا الطلاب للارتقاء بقدرات وكفيات طلبتنا في المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة من خلال تطوير أدائهم في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي وفي مجال إعداد وتنفيذ التجارب العلمية المختلفة. لذلك نرى هذا المعرض يعرض مجموعة من المشاريع العلمية التي قام بتنفيذها أبنائنا الطلاب بناء على التدريب الذي تلقوه في مجال البرمجة ومجال الذكاء الاصطناعي بهدف حل المشكلات المجتمعية. هذه المشاريع طورها الطلاب بعد مواجهة مشكلات ميدانية ومشكلات مجتمعية، فكروا في هذه المشكلات كيف يقدموا لها حلول بناء على التدريب الذي تلقوه في المجالات المختلفة. وبالتالي نرى كل هذه المشاريع، كل مشروع منها يحاول أن يضع حل لمشكلة مجتمعية موجودة. هذه التجارب تحتاج إلى مؤسسات لأخذ هذه الأفكار العلمية وتطويرها من أجل تحويلها إلى أشياء قابلة للتنفيذ على مستوى كبير وعلى مستوى المجتمع. أفكار الطلاب أفكار ناضجة، أفكار توضح أن طلابنا يمتلكون مهارات القرن 21، يمتلكون المهارات العلمية المختلفة رغم سنهم. ولذلك نحن نعرض هذه النماذج، الميدان به نماذج أكثر من ذلك بكثير. لدينا مسابقة أولمبياد البرمجة والذكاء الاصطناعي، معرض العلوم والتكنولوجيا وغيرها من مسابقات التميز المخبري وغيره. نحن فقط نعرض نماذج من أعمال طلابنا خلال العام المنصرم، وهذا يعزز أبنائنا الطلاب ويعزز المعلمين أيضا من أجل تطوير هذا العمل في المستقبل بإذن الله تعالى. كما نعرض جهود وزارة التربية والتعليم في التعليم الإلكتروني من خلال بوابة روافد وقناة روافد التعليمية وما تقدمه لأبنائنا الطلاب، وأيضا الالتقاء بعمل وتفعيل المختبرات العلمية إلى جانب المكتبة المدرسية المستقبلية الرقمية. وبالتالي نحن أيضا نأخذ خطوة تطويرية للمكتبة المدرسية من خلال أن تكون مكتبة رقمية في مجالات متعددة. أبنائنا الطلاب لديهم قدرات عالية، لدينا أيضا طواقم من المعلمين المتميزين والذين تلقوا تدريب عالي المستوى في هذا المجال. نحن نبذل جهد كبير في وزارة التربية والتعليم لتحسين البيئة التعليمية التي تساعد المعلم والطالب ليقوم بمثل هذه المشاريع. هؤلاء الطلاب لولا الحصار ولو لدينا فرص للمشاركة في مسابقات عالمية لوجدنا أبنائنا من قطاع غزة يتصدر صفوف المتميزين من الطلاب. وهي فرصة أن نقول للمؤسسات الدولية المختلفة ولمؤسسات حقوق الإنسان، هذا إنتاج كبير جدا وجهد كبير في وزارة التربية والتعليم وإنتاج وجهود كبيرة من أبنائنا الطلاب، يستطيعوا من خلاله منافسة الطلاب في أرقى الدول المختلفة وبإمكانات محدودة في ظل هذا الحصار. فهي دعوة لهذه المؤسسات أن تقوم بدورها في فتح المجال لأبنائنا الطلاب للتمكن من السفر للخارج وعرض إنتاجهم وتبادل المعلومات والخبرات مع العالم الخارجي.